ادم، انا عايزه اقول لك بقى، انت عارف ان انت ترند على السوشيال ميديا والناس كلها مبسوطه قوي من دورك، وعلى طول يقولوا يا 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 يا، انت عارف كده صح؟ عارف. لما بتنزل الشارع بقى بتتبسط لما حد بينادي لك باسمك في دورك في لعبه النسيان بيحيى او يا يا؟ الاثنين عندي، يحيى او يويا. يا بس بتتبسط لما الناس بيقولوا لك يا يحيى، لان هم خلاص عرفوا دورك وحفظوا دورك في لعبه النسيان، صح؟ طب ممكن تقول لي كده، لما الناس بتقابلك في الشارع بتتعامل معاك ازاي؟ انت بتتعامل معاهم ازاي؟ ردود الفعل؟ بيقولوا لي انت كنت حلو قوي كده، وكان شكلك حلو قوي في المسلسل، ولكنك البطل. ايوه. فانا بقى بقول لهم ميرسي وكده، بحبكم قوي. وبتكون مبسوط؟ اه طبعا طبعا طبعا، ايوه كده. قول لي، طب يا ادم او يا يايا، انت بتحب التمثيل قوي صح؟ اه جدا 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 جدا. طب لما تكبر شويتين كده، نفسك تطلع ايه؟ طيار وممثل. الاثنين مع بعض؟ برافو عليك، هو ده الكلام. عارف مستقبلك. الاثنين مع بعض. خلاص هو مركز من دلوقتي.